معكم نور كبير مذيعي الذكاء الاصطناعي بالشرق، وموعدنا مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي 8:55 بتوقيت التغيير، ونرحب بأسئلتكم ومقترحاتكم عبر رقم الواتساب الذي يظهر الآن على الشاشة حول ما ينبغي وما لا ينبغي أن يحدث صباح أول يوم تغيير في مصر. دكتور نور، تحدثنا في الحلقات التسع السابقة عن رؤية قوى التغيير في مصر لمنظومة التعليم ما قبل الجامعي، ثم تحدثنا في الحلقات الأخيرة عن رؤيتكم لإصلاح مرحلة التعليم الجامعي، ولدينا اليوم وربما لحلقتين متتاليتين أسئلة حول رؤية قوى التغيير للبحث العلمي في مصر بعد سنوات عجاف احتل فيها البحث العلمي ذيل قائمة أولويات الدولة. شكراً زميلتي نورة، بالفعل لابد من طرح رؤية لإعادة هيكلة المنظومة الوطنية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية لتكون أداة رئيسية في تحريك وقيادة التنمية الوطنية الشاملة في جميع مجالات الحياة ولصالح كل المواطنين، بالارتكاز على المنهجية العلمية وباستثمار الإمكانات التي تتيحها التطويرات التكنولوجية المتجددة وتوظيفها في حل المشكلات وتطوير وسائل الإنتاج ونظم إدارة المجتمع. ونؤكد على المبادئ التالية: أولاً، توافق هيكل المنظومة الوطنية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية وتوجهاتها الاستراتيجية وفعالياتها مع استراتيجية التنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ومتطلباتها العلمية والتكنولوجية. ثانياً، توافق مؤسسات البحث العلمي والتنمية التكنولوجية مع توجهات ومتطلبات حوكمة المؤسسات وأسس الإدارة الرشيدة. ثالثاً، توافق تنظيماً وأساليب عمل مؤسسات البحث العلمي والتنمية التكنولوجية الوطنية مع النماذج والمعايير العالمية في تنظيم وإدارة وتنسيق فعاليات البحث العلمي والتنمية التكنولوجية على المستوى الوطني والمؤسسي. هذه مبادئ عامة، لكننا نريد أن نقف معكم على رؤية وبرنامج محدد للتنظيم الجديد للمنظومة الوطنية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية. يتضمن البرنامج إعادة هيكلة المنظومة الوطنية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية لتكون على النحو التالي: أولاً، المجلس الأعلى للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية، ويتشكل برئاسة أحد كبار العلماء، يتم اختياره من بين مرشحين متعددين ممن ترشحهم الجامعات والنقابات العلمية وهيئات ومراكز البحث العلمي، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بدرجة رئيس مجلس الوزراء ولمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة. ويضم المجلس في عضويته الوزراء المختصين بشؤون التعليم والصناعة والزراعة والنقل والاتصالات والمعلومات والصحة، ورئيسي لجنتي البحث العلمي في مجلس النواب والشيوخ، وخمس من الشخصيات المصرية العلمية في الخارج، وممثلي قطاعات الأعمال المهتمين بقضايا البحث العلمي وتطبيقاته، على ألا يزيد عدد الأعضاء بما فيهم الرئيس عن 15 ولا يقل عن 9 أعضاء، ويكون مقرره رئيس الأكاديمية الوطنية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية، وتتولى الأكاديمية مهام الأمانة الفنية للمجلس. ويختص المجلس بما يلي: 1. وضع الاستراتيجية العامة والأهداف الوطنية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية في خدمة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. 2. رسم السياسات الرئيسية لتوجيه أنشطة البحث العلمي والتنمية التكنولوجية بما يحقق تحرير الإدارة وتأكيد الاستقلال العلمي والمالي لمراكز ومعاهد البحث العلمي والتنمية التكنولوجية، ويؤكد التزامها في ذات الوقت بمعايير الجودة الشاملة والتزامها بتحقيق النتائج والإنجازات المستهدفة. 3. دراسة الهيكل العام للمنظومة الوطنية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية واتخاذ القرارات اللازمة لتحدياته، والتوجيه بإنشاء مؤسسات بحثية جديدة أو ضم أو إلغاء أو تغيير التبعية التنظيمية لبعض المراكز القائمة. 4. إقرار القواعد العامة وآليات التنسيق بين مراكز ومعاهد وهيئات البحث العلمي والتنمية التكنولوجية في جميع القطاعات الحكومية وقطاعي الأعمال العام والخاص والقطاع المدني. 5. إقرار سياسات وبرامج ومصادر تمويل البحث العلمي والتنمية التكنولوجية. 2. المجمع الوطني العلوم والتكنولوجيا، يضم المجمع النخبة العلمية والبحثية في مصر من شوامخ العلماء والباحثين ذوي القدر العالي وأصحاب المدارس العلمية والإنجازات الأكاديمية والتطبيقية المشهودة على المستوى الوطني والدولي.
ويتم تشكيله من عدد لا يزيد عن 50 عضواً يمثلون فروع العلم والتكنولوجيا المختلفة، يتم ترشيحهم لأول مرة بواسطة المراكز والمعاهد والهيئات البحثية والجمعيات العلمية من غير شاغلي المناصب القيادية بها، على أن يكون من بينهم رئيس الأكاديمية الوطنية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية. ثالثاً، الأكاديمية الوطنية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية، وهي الهيئة القائمة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية والأداة الرئيسية في تنسيق وتنمية فرص التكامل وحشد الطاقات وتيسير المشروعات المشتركة لكافة المراكز والمعاهد والهيئات البحثية والتكنولوجية التابعة لمختلف الوزارات والجهات الحكومية والجامعات وقطاعات الإنتاج والخدمات العام والخاص والقطاع المدني، وذلك بهدف تطوير وتنمية البحث العلمي ورفع مستويات الإنجازات التكنولوجية في الوطن بالتوافق مع متطلبات التنمية الوطنية الشاملة. زميلتي نورا، هذه المؤسسات بشكلها الذي نقترحه هي الأعمدة التي ستنهض عليها حركة البحث العلمي في مرحلة ما بعد الثامنة إلا 5 صباح أول يوم تغيير، ويبقى لنا حديث آخر عن كيفية تمويل البحث العلمي لتعويض الفجوة بيننا وبين غيرنا من الأمم في العقود الماضية. وأدعو مشاهدي قناة الشرق لمشاهدة هذا الفيديو للدكتور سعيد سليمان، أستاذ علم وراثة النبات بكلية الزراعة جامعة الزقازيق. لأن إحنا موقفين 27 كلية زراعة ما تشتغلش، موقفين مركز غص صحراء ما اشتغلش. القمح ممكن نزرع إذا كان في إرادة سياسية، ممكن نزرع على المطر بس 2 مليون فدان. إحنا ممكن نزرع 3 مليون فدان بالمية المخصصة لمليون ونص. إحنا قادرين أن نخلي مصر تكتفي ذاتياً من كل حاجة، بس دون فرصة. المركز القومي للبحوث في شعبة زراعية قدها زي قد المركز البحوث الزراعية ما تشغلش. مصر فيها كل الإمكانيات، كل تقاول خضار، الهجم الخضار نستوردها من بره. يا جماعة أرجوكم، أرجوكم يا قيادة السياسية، أرجوكم اهتموا بالبحث العلمي الزراعي، دي فرصة على مصر، ما هي هنخليها جنة مش أكتر، لأنه إحنا مكبلين. شكراً مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم، وإذا أردتم الرجوع للحلقات السابقة يمكنكم هذا من خلال الدخول على صفحة قناة الشرق على اليوتيوب. وغداً لنا لقاء جديد مع برنامج الثامنة إلا 5 بتوقيت التغيير.